السلام عليكم ومرحبا بكم في سوق درب ميلا، اكبر سوق في المغرب يعني ديال التمور، يعني كتواجد فيه جميع التمور المغربيه وديال برا، والحمد لله بالاثمنه مناسبه. الحمد لله موجود الخير، ويعني اثمنه يعني في المتناول الجميع. كاين الحمد لله العراق، كاين تونس، الامارات، كاين مصر، كاين السعوديه، يعني الحمد لله موجود الخير، موجوده كاينه موجوده، يعني معامله كاينه الحمد لله كاينه موجوده. السلام، مرحبا بكم في درب ميلا سوق التمار. كل شيء موجود، اثمنه مزيانه، التمر موجود، كان ديال الجزائر، كان ديال مصر، ديال الاردن، كان ديال الجزائر، كان ديال الامارات، كان ديال البلاد، كل شيء موجود الحمد لله، كل شيء موفر، كل كاين قبل موجود، موجود اللي قبل حبابيو، كل شيء موجود، التمر موجود الحمد لله. كان ديال تونس وديال الجزائر، كان السكر ديال السعوديه، من ديال البلاد كان الفوق، هنا ما كاينش، هنا نفس السوق كان الفوق، حنا انت ديالو ديال برا، هذا الخارج اللي كاين عندنا هنا هو اللي موجود هنا. ويعني كنقول لجميع المواطنين يعني هذا العام التمر في المتناول وموجود الخير، كاين جميع التمور ديال الخليج، كاين تونس، السعوديه، الامارات، العراق، الجزائر، يعني الحمد لله وبالاثمنه مناسبه. وكاين ثاني ديال البلاد، كاين فقوس، الجهل، خلط، يعني جميع التمور، كاين بوست حمي، ويعني الثمن في المتناول، وكاين المجهول 130 ديال البلاد، 130 120 على حسب السوق، كاين الجهل 30 درهم 35 25، كاين الفقوس حتى هو 60 درهم 50 درهم على حسب السوق، يعني السوق كيطلع وكيهبط. وهذا الشيء اللي نقدر نقول للمواطن ومرحبا. Gracias.